عاصفة الحزم بدأت الأهداف بدأت تتحقق نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية عسكرية واسعة استهدفت مصفاتي بقيق وخريص التابعتين لشركة ارامكو عملية اعصار اليمن الثانية استهدفت الهنودين السعودي والاماراتي بهذه الروح الثورية والجهادية وبهذه البصيرة سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل المناطق التي احتلها الاعداء اشبه بحالة طوارئ دولية، غرب يستنفر من اجل اوكرانيا واليمن يدخل عامه الثامن من الحرب فيه وعليه وسط صمت دولي. لماذا هذه الازدواجيه في معايير التعامل؟ ولم السكوت عن اليمن ومظلوميه شعبه والى متى؟ واي اتجاه في الافق بين ثنائيه الحسم الميداني او الحل السياسي؟ عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن السيد محمد علي الحوثي مرحبا بك ضيفا عزيزا في برنامج بايجاز على شاشه الميادين وشكرا جزيلا على قبول الدعوه. اهلا وسهلا حياكم الله. أهلاً بك سيد محمد علي الحوثي نحن اليوم بالتزامن يعني عشية الذكرى السابعه للحرب في اليمن وعليه وندخل في العام الثامن وفي التزامن ايضا في التطورات هناك ما يشبه تعامل غربي واسع واستنفار مع اوكرانيا وملف اوكرانيا ولاجئيها وربما موضوع اللاجئين يستحق هذا الاهتمام لكن اللافت والتناقض وازدواجيه المعايير بالتعامل مع الملف اليمني ومع المظلوميه للشعب اليمني في اسوا كارثه انسانيه حسب توصيف الامم المتحده كيف تعلقون على ذلك بالموقف وكيف تفهمون هذا التعامل أولا نحن ننظر إلى أن التعامل بالنسبة لأوكرانيا ليس حبا في أوكرانيا ولكن بغضا لروسيا ولأن روسيا تمثل قوة كبيرة فلذلك تعمد الغرب إلى أن يواجهها بكل شراسة بالنسبة لنا نحن في الجانب الآخر أيضا من يواجه روسيا هو من يواجه الجمهوريه اليمنيه منذ سبع سنوات ونحن في عامنا الثامن مقبلين على عامنا الثامن بالنسبه للميلادي وقد دخلنا في العام الثامن هجريا فالموضوع هو بهذا الصوره انه في روسيا بالنسبه للغرب يعتبرون انها خصم لدود وانها تملك القوه وتملك ايضا الامكانات التي يخشونها. هم يخشون من الصواريخ الروسيه ويخشون ايضا من الاسلحه الاستراتيجيه الروسيه وفي نفس الوقت غير خاف على احد ما تكنه العقيده الامريكيه من كره شديد وتدرس هذه العقيده العسكريه بالنسبه لان عدوهم هي روسيا. اما نحن في الطرف الاخر فالمقارنه واضحه ان اولا من يحارب يحاربوننا من اجل ان تحرك مصانعهم من أجل أن يستفيدوا نعم. من البترول والنفط السعودي والخليجي من أجل أيضا أنهم يعتبرون أن مركز اليمن الاستراتيجي هو مركز هام فهناك أيضا دعوات إسرائيلية وقلقة وفي حالة خوف وارتباك شديد من تواجد هذه القوة المستقلة التي لا تنتمي إلى أحد وانما تملك قرارها بنفسها. طيب على الجانب الانساني يعني التعامل مع الملف اليمني انسانيا نحن امام حصار مطبق على اليمن وشعبه هناك يعني حالات كارثيه على المستوى الانساني في سكوت كامل وبالنظر للتعامل مع حركه اللجوء في اوكرانيا هذا ايضا ما الذي يصلكم منه؟ الجانب الانساني هو يعتبر فضيحه بالنسبه للامم المتحده فضيحه بالنسبه لمجلس الامن فضيحة لكل الدول التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان لأن ما يحصل لدينا معروف بأنها تقيم الأزمة لدينا بأنها أسوأ أزمة إنسانية يعني في العالم اليوم فاليوم التوجه من نحو أوكرانيا ونحو اللاجئين الأوكرانيين على ما يتحدثون عنه هو فقط من أجل إظهار بأن روسيا هي من تعمل أو تسيء في تصرفاتها الإنسانية هم هكذا يريدون أن يصورون روسيا وليس حبا في الأوكرانيين طيب موقفكم داعم إذا للموقف الروسي أنا أعتقد أن من مساوئ اليهود ما وصلت إليه أوكرانيا فهذا دليل على أن أي يهودي يدير ملفا أو يدير بلدا تكون نتائجها الحرب فلو كان من يرأس أوكرانيا غير هذا اليهودي ربما لما وصلوا إليه من الحرب لكنكم تدعمون الموقف الروسي يعني أنتم يعني ترون بأن روسيا ما قامت به هي خطوة كيف تقيمونها؟ نحن نتحفظ بالنسبة للحرب نحن نتحفظ بالنسبة للحرب وكما قلت في مرة سابقة أن الحرب قد يكون منها استهداف للقدرات الروسية وليس في صالح العالم أن يكون هناك قطب واحد هي امريكا من تملك القوه فلذلك نحن قلقين ان تستدرج روسيا الى هذا الحرب في هذا الحرب وان تستنزف قوها. طيب انتم لديكم خصوصا مع الدعم الواضح من امريكا طيب انتم لديكم حضور ايضا على يعني على تويتر وتغردون وفي لكم شعبيه كبيره وسنحاول تباعا نمرر اسئله ايضا مواقع التواصل الاجتماعي نتحدث هنا تحديدا عن جزء الخاص باوكرانيا والتفاعل الدولي في تويت من واحد من الناس يسالكم عن اذا كنتم ستعترفون بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ويطرح هو بيعتبرها في تطابق للمظلوميه وتشابه ايضا بين اليمن كيف تعلقون؟ بالتأكيد أن هناك مظلومية كبيرة جدا نحن مع أن يحظى كل إنسان بحقه وأن يعترف باستقلاله ولسنا مع أن يكون هناك إفراط في القوة أو استخدام القوة ما أساء استخدامهم في القوة علينا نحن نعتبر أنه ميزان واضح عندما تعمدت مجموعة من المرتزقة واتخذوا يافطة بالنسبة للحرف في اليمن فنحن لا نريد أو لا نحبذ أن يكون هناك أي حرف في أي مكان في طيب. العالم ممكن تعترفوا وأن يسود لغة الحوار هذا ربما يعني سيكون هناك اجتماع المجلس السياسي الأعلى وستناقش مثل هذه المواضيع ويكون هناك تواصل هناك تواصل ما بين الخارجية نعم. اليمنية وما بين الروس للوصول الى مثل هكذا اعتراف طيب اما شخصيا فانا ايدت قرار بوتين يعني صحيح وذلك كتبت ايضا على تويتر طيب نريد ان ندخل في الميدان واياك لانه في كثير من التطورات وطمعا بالمعلومات منك لو سمحت سيد محمد علي الحوثي السؤال الابرز توقفت عمليات اعصار اليمن على الامارات لماذا وما دقه ما يقال بان هناك نوع من التفاهم تم بين ابو ظبي وصنعاء بوساطه عمانيه أفضت إلى توقف هذه العمليات؟ استمرار الحصار على بلدنا بدأت من قبل أمس بدأت أول عملية لكسر الحصار ستتلوها عمليات كثيرة قد لا نستبعد أن تكون دبي أو أبو ظبي في مرمى الأهداف المقبلة إذا ولكن نترك هذه للإخوة في الجانب العسكري هم من يحددون الهدف ويحددون الوقت اذا لا يوجد تفاهم والعمليات يعني عنوان اعصار اليمن على الامارات ستستمر ما زالت مستمره التفاهم مرتبط بايقاف العدوان الانسحاب من الجمهوريه اليمنيه فك الحصار هذه هي من الاشياء التي تحدث عنها قائد الثوره وباذن الله تعالى في خطابه الذي باذن الله سيكون هناك حضور كبير جدا لابناء الشعب اليمني في المناسبه التي ستقام ورغم الحصار ورغم يعني انعدام المشتقات النفطيه لكن باذن الله سيكون هناك توافد كبير من ابناء الشعب نعم. اليمني وسيحدد قائد الثوره معالم هل القادمه لانك ذكرت سيد محمد علي الحوثي موضوع عمليه كسر الحصار واحد والعنوان لافت تلك التي نفذت يعني قبل ايام في العمق السعودي استهدفت منشات ارامكو في منطقه جيزان وابها ومناطق حساسه اخرى عنوان كسر الحصار هل هو سيكون الاولويه الان وليس ايقاف العدوان الورقة التي قدمت للأمم المتحدة وهذه يعتبر معلومة خاصة بالميادين الورقة التي قدمت على أساس أن هناك وجهات ممكن ان تكون يعني على اساس ان تكون هناك وجهات لا يتم فيها الحصار على بلدنا، نحن نستغرب جدا ان تاتي سفينه من جده ثم تعمد الامم المتحده الى تفتيشها واصدار التصريح لها ثم منعها من قبل التحالف، اولا ان هناك لا يوجد اي قبول لاليه الامم المتحده، ثانيا بيؤدي الى تاخر دخول المشتقات النفطيه وغيرها من السفن. بدون اي فائده ثالثا انه يدل على ان هناك تجويع واستخدام لهذا كسلاح مثلا تاتينا السفن من دبي او تاتينا السفن من مصر او تاتينا السفن من دول نحن قلنا هذه الدول القرار قرار مجلس الامن الذي تتحدثون عنه وان كنا غير معترفين به لكن قرار عشر ويتحدث على أنه إذا كان هناك سفن مشتبه بأنها تحمل السلاح إلى الجمهورية اليمنية فيتم تفتيشها ولم يقل فيتم منعها ومع ذلك السفن التي تأتينا من جدة تمنع وهي تأتي من جدة هل نحن سنحمل الصواريخ من جدة إلى الجمهورية اليمنية تأتي من دبي هل سنحمل الصواريخ من دبي إلى الجمهورية اليمنية هل بها دبي انما هناك تجويع متعمد والامم المتحده تتستر عليه لذلك نحن نحملها المسؤوليه نحمل مجلس الامن وايضا باذن الله تعالى لن الاولويه نبدأ فيها لكسر الحصار لدينا قدرات لدينا قدرات بالبحريه وباستطاعتنا ان ان ناتي بالسفن الى ميناء الحديده ولكن هذه كلها الاشياء تنتظر توجيهات من القياده في الوقت المناسب وهناك لدى الجمهوريه اليمنيه ايضا قدرات ل أن تواجه كل يعني أن تضرب الأهداف الحساسة جدا كما تحدث عنها الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى ولكن تقدير الموقف نعم. راجع لقائد الثورة والأخ رئيس المجلس ووزارة الدفاع لسنا يعني الحمد لله لسنا كما نحن في 2015 و16 اليوم لدينا تطور وقدرات وعقول يمنية نعم بارعة ب... يعني لانك ذكرت التطور بالنسبه للقدرات الصاروخيه، اول صاروخ اطلق في حزيران 2015 سكود، نحن نتحدث الان عن ذو الفقار والقدس اثنان و يعني واسعه، الان تعلن لنا بانه في قدره ايضا على المستوى البحري وما اين وصلت التقدم بمستوى صناعه الصواريخ او تكنولوجيا صناعه الصواريخ اليمنيه؟ في ناس تريد ان تعرف ضمن الحرب النفسيه وطمع في المعلومات. <applause> المستوى الذي وصلت فيه الى أبوظبي. ظبي، المستوى الذي وصلت فيه الى دبي والى ارامكو في يعني بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه مع خارطتها الكبيره جدا او مساحتها الكبيره اصبح اليمني اصبحت الصواريخ اليمنيه تستطيع ان تستهدف فيها كل نقطه. ونقطه وماذا بعد؟ وين؟ سعال <applause> كل المناطق التي ضالتها هاي مسافات كبيرة ومديات واسعة وأيضا ما, ما جديد تحمله البحر هذه الصواريخ البحر لدينا القوة بفضل الله تعالى وهذه يعني وقد رأيتم عندما قامت البحرية ب سحب احدى نعم. السفن الحربيه بجمله صواريخ التي تم استخدامها بسلسله عمليات اعصار اليمن في العمق الاماراتي اقلقت واخافت اسرائيل. بجمله ماذا تقولون هنا؟ على اسرائيل ان على اسرائيل ان تبتعد عن الحروف في المنطقه والا؟ وان تتوقف عن استفزاز وأي أعمال مضرة بالشعب اليمني وإلا فالتوجيه قائد الثورة واضح جدا أن سيتم استهداف الأهداف الحساسة جدا جدا ب في حالة أنها قامت بأي عمل عدواني ضد الجمهورية اليمنية ستكون استهداف في أرضنا المحتلة في فلسطين لأهداف إسرائيلية؟ كان خطاب قائد الثورة في المولد النبوي الشريف واضح جدا وتحدث بأنه سيتم فيما لو قامت بأي عمل إعدائي ضد الجمهورية اليمنيه فسيتم استهداف الأهداف الحساسه جدا جدا وإسرائيل يدرك مدى مصداقيه قول القائد. هل شاركت إسرائيل في تسعير المعركه باتجاه مأرب وساهم الأمر بأن نرى عوده للإمارات بشكل عسكري فاعل نشط بدفع أمريكي لكن هل ساهمت إسرائيل ميدانيا؟ لا اعتقد ان اسرائيل تملك الجرأه ان تاتي الى المناطق اليمنيه لتشارك ميدانيا. وهل دفعت امريكا الامارات للعوده الى الميدان العسكري بشكل نشط؟ هم يعتقدون ان اي است... ان اي تصعيد جدا قد يجعلهم يحسنون من مستوى التفاوض لديهم، ونحن نقول لهم انهم لا زالوا لم يفهموا اليمن ولم يفهموا طبيعه الصراع في الجمهوريه اليمنيه، الشعب اليمني شعب كلما اشتد عليه الحصار نعم. كلما ازداد عزيمة وقوة وإصرارا على المواجهة لكن دفعوا الأمريكان الإمارات للدخول بشكل حيوي أو تفعيل تنشيط العمل العسكري للإمارات بالتأكيد أن أمريكا هي من تقود الأدوان باستمرار وأي تحرك لا يأتي إلا بعد توجيهات منها حتى الطائرات لا يمكن أن تقلع طائرة من المملكة العربية السعودية لتقصف في الجمهورية اليمنية إلا بعد أن ترسل الإحداثيات من قبل أمريكا هل هناك تواصل على المستوى ولا السياسي مع مع الجانب الامريكي؟ بشكل مباشر او غير مباشر؟ لا يوجد اي تواصل. لا يوجد اي تواصل. مع السعوديه؟ مع السعوديه كان هناك مفاوضات استكشافيه استمرينا فيها لمده ست سنوات وهم يستكشفون، والان يمارسون نفس العمليه مع ايران، لديهم حوارات استكشافيه. فعندما باذن الله تعالى يكتشفون <applause> ما سر التفاوض الحقيقي والجدي طيب لاننا نتحدث عن هذا ايضا هذا الجانب موضوع ذكرت موضوع ايران يعني هل فعلا موجود ملف اليمن في المحادثات السعودية الإيرانية وهذا أيضا طرحه عليك يعني سكرال من التويتات التي نعرضها الآن أنه هل كان ملف اليمن ملفات التي طرحت في المفاوضات السعودية الإيرانية مع كيفية طرحه والغاية كذلك إن كان الأمر بهذا الشكل لا يوجد بهذا الشكل الذي يصورونه، ربما يتعرضوا للموضوع او لحديث عن اليمن في اطار مباحثاتهم الثنائيه، لديهم مسائل وقضايا خاصه بهم ويتناقشون حولها. اما بالنسبه للجمهوريه اليمنيه فكثير ما يصرح الاخوه المسؤولون في ايران بان من يريد ان يحل او يتحاور من اجل القضيه اليمنيه فعليها العوده الى صنعاء للحوار مع ابناء صنعاء، ونحن بفضل الله تعالى مستقلين في قرارنا ونملك الاراده ونملك القرار ونستطيع ان نقول نعم ولا. طيب لانه تحدثنا عن عن اسرائيل وكان في كلام واضح بانه اذا كان هناك حرب على المقاومه في لبنان قد تشاركون، الان في معادله القدس يعني يعني مقابل حرب اقليميه. ما هو الشكل الذي يمكن ان نراه للقتال؟ تشارك فيها صنعاء في حرب تخوضها اسرائيل؟ حديث هذه هذه, الأشي... هذه الاشياء كلها خاضعه لتقدير الموقف لتوجيهات القائد. طيب يعني أنا فقط أسأل من 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 باب الذي يتم طرحه كثيرا بمعنى إذا كان هناك حرب على المقاومة سيكون هناك دعم إن كان فلسطينيا أو لبنانيا الأمر موجود هناك نقاش مع سيكون هناك فيما لو حصل فسيكون هناك نقاش ما بين أو تحديد أهداف أو نقاش فيما بين كل من يتحرك في هذا الاتجاه سواء في لبنان أو في فلسطين أو في غيرها وما يستطيع فيها ابناء الشعب اليمني يقوموا به لن يترددوا على الاطلاق كيف هي علاقتكم مع حزب الله ماذا تقولون عن المقاومه اللبنانيه بجمله نحن ننظر الى المقاومه اللبنانيه بانها مقاومه شجاعه وانها تتحرك من اجل الحفاظ على سياده لبنان ومن اجل قضايا الوطن العربي بشكل عام كان في قبل يومين ثلاثه ايام في عمليات اعدام قامت بها السعوديه اعلنت وزاره الداخليه عنها من بينها تم الحديث عن يمنيين او عن اسيري حرب من اليمن ما دقه ما تم طرحه عن ماذا نتحدث هنا نحن نتحدث عن نظام اعدم الشعب اليمني لمده سبع سنوات ونحن في العام الثامن النظام الذي يعتدي على شعبنا هو النظام الذي لا يمكن ان يكون لديه اي تورع في سفك دماء الاخرين الجريمه مدانه نحن نرفض ان يكون هناك قصاص سياسي او محاكمات سياسيه ما يحصل اليوم لا يحمل الا عنجهيه وارهاب وجرائم متعدده للنظام السعودي نحن ننصح النظام بأن يتوقف عن سفك دماء الشعب اليمني، وأن يتوقف عن سفك دماء أبناء المملكة العربية لا. السعودية. ليس بالضرورة ليس بحاجة إلى القصاص، وهو يتحدث عن انفتاح، ويتحدث لا. عن تعديل في قوانينه. فلماذا في هذا التوقيت بالذات يقوم بقص أو بإصدار أحكام بالقصاص على واحد أو 82 شخصاً؟ طيب. ازاله لنصب تذكاري تركي في وسط العاصمه صنعاء هل هناك رسائل سياسيه هبه الشعبيه هب الشعبيه هبه الشعبيه استياء من زياره الرئيس كيان الغاصب الى تركيا واستقبالها الاستقبال الحار فكان هناك هبه الشعبيه من قبل ابناء الشعب اليمني الشعب ي... اليمني ثائر ويرفض ان يرى اي تطبيع اي نوع من انواع التطبيع ونحن ندين كل كل اي كل عمليه للتطبيع سواء في تركيا او في الامارات او في البحرين او في مصر او في اي دوله من الدول العربيه، التطبيع مع الكيان او المغرب هو خط احمر بالنسبه للشعب اليمني وهو يرفض ذلك بطبيعته هو يكره اليهود لما هم عليه من افعال وجرائم وارهاب للشعب الفلسطيني ولغيره. طيب وانتم اشرت ان انكم ناشطين على يعني ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لكن لديكم طريقه خاصه سنستعرضها في بعض التغريدات يعني تنشرون تغريده بمجموعه حروف لام ميم حاء نتابع بعضها يعني حتى المشاهد الذي يعني لا يعرفها <applause> ويا ريت نستطيع ايضا ان نحتفظ بابتسامه السيد محمد علي حوثي ما سر هذه التغريدات وبالمناسبه في تفاعل كبير يعني الاف يعني لماذا يعني شفرة لماذا استخدمتوها بهذا الشكل؟ هذا بعضها مرتبطة بالميدان ونحن بحاجة إلى أن لا نصح عن كل شيء لأن لدينا ناطق عسكري يتحدث ولدينا ناطق للأمن ناطق للحكومة فإذا قمنا بالدور سننهي عمل الاخوه الناطقين الرسميين يعني يفترض هلا حتى نساعد الناس، يعني يفترض ان يبحثوا عن اول حرف بالكلمة يعني ميم، ح لام نبحث عن مدن، عن مناطق خارج الحدود، داخل الحدود اما حسب الحدث بحسب الحدث قد <applause> يكون قد تكون كل شيء بحسب الحدث وقد تكون ايضا اشياء اخرى لا ترتبط بالميدان، كل شيء لكل كن وقت الشيء ونحن سنجيب عليكم طيب هلا في ايضا بالتغريدات لانه دخلنا الى تويتر ابراهيم محمد الوريث يتحدث كيف ترون دور الاعلام العربي وبالذات القنوات الاخباريه في التعامل مع العدوان على اليمن بجمله ترد عليه لطفان كي... نتمنى ان نرى الدور نفسه الذي يمارس ضد روسيا ان يمارس ضد العدوان على بلدنا وهذا بالنسبه للاعلام الغربي والعربي انا اتمنى من الاعلام المقاوم ان يحمل نفس الصيغه التي يحملها هناك دقه هناك عرض صور هناك كذا هناك هناك يعني عده اشياء عده توجهات الاعلام العربي يعني هو اعلام بحاجه الى تنشيط بحاجه الى مواكبه بحاجه الى تذكر طيب. للماضي بحاجه الى اظهار الجرائم التي يستهدف بها مثلا ابناء الشعب اليمني في كل يوم من الأيام نعم. لدينا جرائم متعددة لو قمنا باستعراضها بالصورة التي توصل رسالتها للعالم لتوقف العدوان طيب سأختم وإياك نحن أمام ماذا توقف للفوق السياسي الكلمة للميدان في اليمن ككل قدمت أيضا مبادرة قدمنا رؤية الحل الشامل ورفضت يعني لم يتعاطوا معها قالوا أن هناك بند أو إثنان قلنا نحن حاضرون للتشاور لا يوجد جدية من أجل السلام في اليمن وكل ما هو موجود هو بيع كلام فقط اذا الكلمه للميدان بالتاكيد اشكرك جزيل الشكر عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن سيد محمد علي الحوثي ضيفنا كنت معنا مباشره من العاصمه اليمنيه صنعاء شكرا مجددا على قبول الدعوه وانرت برنامج بايجاز شكرا كثيرا الى اللقاء شكرا مشاهدينا موعد جديد يتجدد الاسبوع المقبل ودائما مع برنامج بايجاز الى اللقاء